حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة السومرية ومستمعي إذاعة السومر FM، وحلقة جديدة من برنامج ناس وناس. حلقتنا لهذا اليوم من شارع المتنبي، بأن احنا وناسنا طيبين لنقل مناشداتهم ومشاكلهم للجهات الحكومية ذات العلاقة. واجبنا يا اخوان هو إيصال صوت المواطن، وواجب المسؤول هو الاستماع لآراء المواطنين وحل المشكلة والاستجابة إلى المناشدة. المشاكل بالفترة الحالية تزداد، خاصة مع فصل الشتاء، موضوع الكهرباء رجع للواجهة، موضوع الخدمات لاحظنا كثير من المناطق تشكو من موضوع نقص الخدمات بموضوع التبليط وشبكات الصرف الصحي. لهذا السبب بالزخات المطر البسيطة قبل أسبوعين لحد الآن آثارها موجودة بالكثير من المناطق العاصمة بغداد وحتى بعض المحافظات الأخرى، فهذه مشكلة يحتاجها لحل. أما المشاكل الأخرى أكيد راح نسمعها من خلال الأهالي الموجودين بشارع المتنبي. صبح عليهم يقوم صبحكم الله بالخير. وصباحك الله بالخير. صباح النور كل الهلا. شلون أخبارك؟ والله تمام. شنو مشكلتك؟ والله إحنا نشوف بداية الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين، الأشياء إنه الخدمات إنه الموجودة ببغداد والخدمات إنه الموجودة بالمحافظات الأخرى مثل. مجال نظرتك؟ إيه أوكي. تمام. المحافظات الأخرى إنه موجودة مثل دياله، أنا من أهل دياله. أهلا وسهلا بيك وكل أهلنا بدياله. الله يسلمك. الخدمات بصراحة إنه أبسط إنه مطرة بين حجم الفساد وبينت إنه سوء الخدمات إنه الموجودة بدياله. تقريبا المطر صار أسبوعين. بالضبط. آخر مطرة صار أسبوعين. لحد الآن دياله غرقانة، يعني بها مناطق إنه شوارعها مو زينة، مياه آسنة، تجمع للمياه. موجودة لحد الآن؟ أكو إنه آثار إنه موجودة بعض الأقضية والنواحي إنه موجودة بمحافظة ديالة، وعلى الوعود والأشياء إنه سمعناها قبل الانتخابات اللي كانت وبعد ما إنه كانت المحافظة إنه موجودة واستلمنا المحافظة إنه استلمنا كافة الوعود وإنه استلمنا إنه بالإعلام والأشياء إنه الموجودة على نواب ديالة، كل المشاريع إنه تمام وكل المشاريع إنه جاهزة إنه مواجهة فصل الشتاء. بس بنفس الوقت إنه أبسط مطر بين حجم الفساد وبين إنه سوء الخدمات الموجودة بمحافظة ديالة. زين، محافظة ديالة يعني من أسوأ المحافظات إنه الموجودة بكل محافظات العراق، عليها إنه محاصصة. حتى وين تشكلت إنه حكومة محلية، تشكلت الحكومة المحلية وبنفس الوقت إنه باقي الفراغ الأمني إنه موجود، باقي الفراغ السياسي إنه موجود. كل من إنه يفرض قوته والقوية. الفراغ الأمني، إيش تقصد بالفراغ الأمني؟ لأننا إحنا الحمد لله شكر. نشوف بالمحافظات الغربية أمان، جنوبية أمان، شرقية أمان. دياله المحافظة الوحيدة بعد 2003 لحد هذه اللحظة غير مستقرة أمنياً. لحد الآن. بالضبط. زين، غير مستقرة أمنياً. إنه عدم الاستقرار الأمني، الخلل مو مشكلة بالأمن، وإنما المشكلة إنه بالسياسة الموجودة بمحافظة دياله. كل المشاكلات السياسية إنه تستغلها انه الارهاب ويستغلها داعش. زين، الفراغات الامنيه انه تكون سببها انه امور سياسيه. كل من انه موجود هناك انه يعلن انه هو دوله، اذا كانت عشائر عشيره معينه او انسان معين، انه يفرض قوته او يفرض وارداته من خلال السطو المسلح، من خلال الميليشيات الموجوده. زين، هذه اشياء يعني نتمنى انه رئيس الوزراء انه يلقي لها حل، يلقي لها انه فد نتيجه. المجتمع الديالاوي تعب، المجتمع الديالاوي انه اليوم الموجود يعني دياله غير مستقره امنيا، واغلبيه انه اهل دياله انه بغداد وبالمحافظات الشمالية تركوا محافظتهم. السبب إنه الفساد موجود، السبب إنه أمان ما موجود، السبب إنه الفراغ السياسي موجود، السبب إنه الفراغ الأمني موجود، السبب البطالة إنه الموجودة بداخل المحافظة. يعني رغم إنه المحافظة إنه موجودة بها كافة المشاريع، موجودة إنه بها كافة الأشياء، إنه الأيادي العاملة، بس السبب إنه يجيبون أيادي عاملة خارج المحافظة. زين، وهذا السبب اللي مخلي إنه أغلبية شباب أهل دياله يلجؤون للمحافظات الأخرى حتى إنه يبحث على فرصة عمل. شكرا جزيلا لك. شكرا. وصل رأي حبيبي. شو الأخبار؟ شلونك؟ شلون أمورك؟ والله أقول لك زين. إن شاء الله زين. شو؟ نقول على كيفك الحمد لله. أبوي على كيفك. على كيفك. بس بالحقيقة إحنا نقول الحمد لله، لأنه حتى ما نريد نحامدين شاكرين بالسراء والضراء. بس بحقيقة الأمر عندي مشكلة بين وزارة النفط ودارة التقاعد، هي التقاعد العامة، وناشدت عن طريق. زين. وين وصلت موضوعك؟ والله لحد الآن رجعنا للصفر. مشكلتي ويا مصابيجي. أبو التقاعد مجيش الجيوش علي، هيك أرد أقولها. إيه؟
واكو اكو فقره من ليش جاي الجيوش عدوا وياك حد؟ لا مو مش عدوا وياي، مو هسوي موضوع شخصي بس لحظه يعني. لا مو موضوع شخصي حبيبي، مو هم جاوا تقول لا حبيبي بس اسمعني بس اسمعني بس بس خل اوضح لك مو انت باع بس سولف لي لحظه اسمح لي يا واش يا واش يا واش مو انت من قلت جيش على الجيوش علي يا يعني انا اسحب هاي مو احنا قدام اعلام حتى ماشي ماشي خلينا نقول يابا جوز معاملتي صار بيها شويه خلل خلينا نقول طيب. حتى لا نظلمهم مو طيب. اكو بيهم مسؤولين ما قصروا وياي هيئه التقاعد العامه زي. كذلك في مناشدتي عن طريق برنامج العراق وصلت مناشدتي للسيد وزير النفط زي. السيد وزير النفط بعد ما وجه على المناشده مالتي يقابلني اتعرض الى وقعه صحيه وعكه صحيه عفوا وبعد الوعكه يعني باشر بس زي. يعني خجلت يعني قلت هسه لحد الان اتابع شويه وضع الصحه اللي يستقر اكثر بس بالنسبه لي ما موقفين راتبي حبيب قلبي موقفين شنو السبب بس اريد اعرف شنو السبب اللي وقفوا السبب راتبك حتى نوقع المشكله وزاره النفط من بلغت بالموضوع سووا خلاصة خدمة خاطبة ومصفى بيجي بينهم وبين التقاعد مصفى بيجي جابوا لهم يسموها شاشة نظام الحاسبة غلط بيها بالمعلومات طلعوني موظف حسابات في قسم المختبرات أنا كنت مشغل غرفة سيطرة في مصافي صلاح الدين أول والثاني يعني شو رجعت فيها خطأ بالصفة خطأ بالصفة وهي أصلا المعلومات مو صحيحة فالحاسبة ترى مو يعني تتعرض يعني ممكن تتعرض إلى أخطاء يعني زين وماكو أمر بعزلي شكات من معزول على كلمة معزول بعد ما عاقب الموظفين الأربعة لأنه أخروا معاملتي وتجاوزوا أثناء كلامهم وياي والمدير نصفني حقيقة يعني حقيقة الأمر نصفني هسه اللي تريده شنو حتى اللي أريده يعني عن طريق كاميراتكم قناتكم اللي متابعها ومناشد ثلاث مناشدات وياك وما حد سمع صوتي إن شاء الله أريد صوتي بقى. عن طريق كاميراتكم يوصل إلى كل قنواتنا المحلية ويا ريت القنوات العربية الموضوع يعني. مالك ما له علاقة بالكاميرا ولا القنوات انت موضوعك يم الوزارة لا مو ادري شو اسوي هسه انا هسه احنا راح نجيك على واحدة هسه بما انه سيد الوزير سيد معالي وزير النفط دا انتظر شو وقت يتصلون بي ان شاء الله ان شاء الله يعني هذه مناشدتك ايضا موضوع عبر شاشه السومريه وبرنامج بس لحظه اكد لك على الموضوع زين. حتى مكتب السيد السوداني وصلت له بالبايسيكل وهذا دليل الخوذه مالتي هسه انا جاي لهنا انا بالبايسيكل وصلت له بيوم مطر اخر مطره قويه بالشتاء الماضي قالوا لي وين موعد لا رحت المكتب زين رحت المكتب مو حتى المكتب قالوا لي جابك بالمطر قلت لهم والله جابني لانه يعني اريد احد ينقذني اريد اقابل السيد السوداني قالوا ما ممكن مقابله سوي لنا طلب سويت لهم طلب ووصلته بس اجاهم جواب ورقي كنت اتمنى قلت لهم بس دقيقه واحده سيد السوداني افهمه شنو اللي عانيته وشو اكو اشخاص معينين هم اذوني بمصفى بيجي وما حد ينصفني سمير اسمك مو سمير سمير عبد الامير شلش ليش صرت مصور تلفزيوني ها باختصار احكي لك اياها صرت مصور تلفزيوني وداينت من رضيعتي 500,000 دا اصير مصور تلفزيوني دا اسوي فيلم وثائقي في مشكلتي شلون دخلوني بامن بيجي الى امن تكريت الى امن العامه وسووا لي استكتاب بالشهاده الزور ثلاثه شاهدين علي من مصر بيجي اسمائهم ما اردت اذكرها خلي الاسماء اذا ما راح اذكرها هسه لو سيد الوزير النفط يعيد التحقيق بهذا موضوعي زين راح ذول الأربعة اللي شهدوا شهادة زور واحد من عندهم سوى نفسه بدرجة خبير وزارة النفط ما حكموه أنا على مود حيازة أوراق مزورة قالوا القانون لا يحمي المغفلين حكموني 10 سنة تدمرت حياتي ومستقبل أولادي وأسه مستقبلي كذلك أكو شخص يعيش بدون راتب لا طبعا صعب تقبل طبعًا أنت طبعًا لا أنت تقبل ولا أي مسؤول لا ما أعتقد أحد يقبل إنه أنت ولا إحنا دولة قانون المفروض القانون يعني ينصفني أكيد موجود قانون إن شاء الله راح يضرب موضوعك ويا ريت شكرا يا ريت يعني هاي المرة الثالثة يعني شكرا جزيلا أشكرك خليك هنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وسلم الله يبارك فيك بالنسبة للي يعني الموضوع اللي أطرحه هي مناشدة أبناء الشعب العراقي اللي موجودين بشارع المتنبي واللقاءات الكثيرة اللي ويا فضائيتكم المقدرة السومرية اللي هي فعلا يعني تعبير عن هموم المواطنين بصورة عامة واجب ولكن المسؤولين اللي يورد اسمه داخل يعني داخل النقاش بالفضائية
يعني ما أعتقد ينتبه إلى مشكلة اللي يطرحها المواطن عبر الفضائية. لا أبا خلي أقول لك شيء. ليش يعني فاتت كثير؟ بس اسمح لي أستاذ. مناشدة ومناشدة ليش؟ هسه بس اسمح لي. هسه أنت من قال لك ماكو؟ والله يعني هوايكو ناس طلعوا ويانا المسؤولين خابروا عليهم وتواصلوا وياهم واستقبلوهم مو كلها والله هي إيه؟ حسب نوع المشكله إيه حسب احنا بس اسمح لي يا اخي يا استاذ الفاضل يا ابويا انت حسب نوع المشكله اكو مشاكل احنا ليش نقول مثلا يبقى حق الرد لان هسه اذا انت عندك مشكله اسمح لي استاذ اذا انت عندك مشكله وناشدت بها فد مسؤول معين لا تتخيل انه المسؤول ما يسمح لكن هو من سمع المشكله مالتك يشوف هي قابله للحل حلك اياها غير قابله للحل ينظرون بها مره يا اخي هاي هنا هي شنو المشكله اذا قابله للحل او ما قابله للحل ليش اكو مشكله يعني اما تكون اداريه او فنيه يعني اذا اداريه تنحل بالقضاء وبالقانون وبالمال طيب. واذا كانت مساله فنيه يعني بالتواجد اللي موجود الشخص بالدائره فاني احكي لمناشدتي وهسه كثير من الناس يعني وعبر فضائيتكم وناشد 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 من قبل 10 سنوات وانت هم كنت يعني تناشد وانا هم كنت اناشد وصدق مناشداتي ولا وحده اجت ان شاء الله ان شاء الله بيني وحلا شكرا جزيلا صباح الخير صباح النور شلونك شلون استاذ شلونك استاذ علي بشر امورك والله احنا جانا كتاب لقينا كتاب من 2018 يا الله بصرف مستحقاتهم اي مال ايوه صرف 2018 عقودكم على وزاره الدفاع على حج الدفاع على حج الدفاع نعم عرف شلون لقينا كتاب جاب الاستاذ سعد الشمري زين. الله يحفظه زين. هذا المجاهد البطل جابه اي جابه ويعني صرف المستحقات 2018 زين زين هسه احنا ليه هسه لازم القواطع والله العظيم صار 10 سنوات ومجاهد شو يقول هذا الكتاب اللي الكتاب صرفه رواتبهم من وزاره الماليه يعني كامل البشريه ما يسموها شو اسمه الموارد البشريه اي يعني حتى موقع هاي وهاي كتب وهذا النماذج مالتنا هاي من الفرقه مال 17 هسه انا مجاز لي وين؟ ل 23 هاي كلها من الفرقه 17 كل احنا العالم تعطيهم نماذج وهذا هاي هنا شنو اني؟ عامل سريع عارف شلون كل احنا يعني لازمين قواطع وهذا عارف شلون والله ما توم جوع بالقران والله العظيم فلس واحد ماكو شباب شنو العسكري اللي بصفي يستلم مالي كل شيء ماكو صار 10 سنوات ومطينا دبابات ومدفعيه لحظه هسه ايه؟ الواجبات بس اسمح لي بس مو مقتنا كتاب يا واشك هسه انت تقول لازمينكم انتم ايه؟ لازمين واجبات ايه ولازمين مقرات هاي الواجبات من يكلفكم بيها؟ أنا عرب جبور على فرقة 17 لازم نقاطع كامل من عرب جبور وين اللي جوا 30 كيلو لازمين أبراج إحنا الأمرية مالتكم منو؟ الأمرية هي الفرقة 17 اللي هذا 59 يعني هسه هو اللواء أو اللواء مال 59 اللواء 59 هو اللي يوجهكم وأنتم مفسوخة عقودكم إي هاي 59 فوق الثالث أني زين يعني مشكلة يعني شنو ما تومجوع شنو هذا باقي يركض استاذ سعد خطيه امرنا فد نوب قاعد يجار والله العظيم شكرا جزيلا ان شاء الله زين نحل مشكلتكم شكرا جزيلا استاذ علي شفت النماذج مالتنا موجوده واضحه زين وهاي طيب سام مقعت لنا كتب وهاي كلها كتب عسى الله عاد تحل مشكلتكم يا اخوان موضوع حجز الدفاع يكون به حل شلونك استاذ علي اهلا وسهلا السلام عليكم اولا نحيي قناه السومري ايضا نحيي بارك الله فيك أنا بالنسبة قبل أسبوع طلعت تقاعد. يا الله. عندي 15 سنة خدمة بالتربية الرصافة الأولى. الرصافة الأولى. زي. نعم. وعدي خدمة بالعسكرية ضفتها بلجنة المحاربين. 15 سنة بالرصافة الأولى عندك خدمة. إيه وعدي خدمة عسكرية مطوع 20 سنة. 20 سنة. ضافوا. صارت 35 سنة. لا ضافوا سنة بسنتين هم سووا ليها. أربع يعني 21 سنة لأنه تصير مطوع. زين. ضافوا ليها. طيب. وجبت صحة الصدور من حقوق الإنسان بالخضراء زين ولجنة المحامين المهم صارت 57 سنة خدمت زين وناشد الدكتور المدير ماهر رشيد مدير التقاعد العام طيب ما لي خد مكافأة نايت خدمة ما اعطوني قالوا له بس لك 750 بس 750 شو نعم. السبب اللي ما يعطيك المكافأة نايت الخدمة شو السبب؟ 57 سنة صحيح خدمت ويا الجيش تربية المدنية 15 سنة تربية المدنية 15 والعسكرية 21 ضافوها ليها سنة بسنتين قصار 57 قالت بها قرار انه يتنضاف نعم نعم ضافوا ليها يعني ستة ذا 21 سنة
خدمة عسكرية سنة بسنتين ضافوا لي اياها صار 42 سنة ألف رحمة على والدي لا أرضى كلها ويا الخدمة مال المدنية مال الرصافة 15 سنة مدني 57 سنة زين ايش عجب مالي مكافأة نايب خدمة غير مفروض لي ما أعرف بس ليش بيقولوا لي بس 750 إليك بس 750 نعم يعني أنا أشد شنو اسمك ده؟ ها؟ شنو اسمك؟ أنا اسمي علي حسين ناعور علي؟ حسين ناعور علي حسين ناعور نعم اسمك علي حسين ناعور إيه موظف كنت بالتربية الرصافة الأولى قبل أسبوعين أنا طلعت أعطوني هوية التقاعد علي؟ حسين ناعور حسين ناعور علي فرحمة على والدك صفر؟ 771 زين 57 طيب 17 طيب 247 247 يعني شوف موضوع هذا التقاعد لا في حال انه اكو تعديل او اكو انه حد حاب يجز عليك فكاي خلت بياناتك ثانية وان شاء الله حفظك الله استاذ علي العزيز بارك الله فيك السلام عليكم تعال السلام عليكم انا خريج سادس 2022 خريج سادس اعدادي 2022 احياء طلع معدل 90.29 ما شاء الله عافية عليك انا رحت لوزارة التعليم قلت لهم انا بدي ادرس طب على حسابي شلون طب عامر ادرس على حسابي زين قالوا لي ما يخالف 90 مقبول خارج العراق رحت خارج العراق بوقتها ب 22 ما عندي فلوس شفتها 70 ورقه ما عندي زين هاي سنتين اشتغلت كونت روح لميت هاي الفلوس ايه؟ واكثر لميتها ربك رزقني زين ايه؟ انا قبلت وين بيران زين يعني انا اليوم قبلت بيران باكر ايش نزلهم قرار معدل 95 يلا السفر وهاي زين انا ليش مشمول انا 2022 يعني غير الاستثناء لا ما هم يمشون بالسنة الحالية إيه ليش يعني ماكو استثناء ماكو شيء يعني أنا حتى راح هسه ما أدري شلون شي يصير غير أدي أحقق حلمي مو هي بقى يعني يعني راح أحكي أكاني بالمنطق يعني معناه أنت يعني والنوبة أروح الوزير وزارة التعليم شي يقول وين كنت تلعب شنو أنا شنو اسمك أنت حسين عبد الخالق حتى سويت كل شيء اموري وطلع قبولي بيران حسين عبد الله باكر الصبح اجى القرار نعم درجاتك 99 89 81 بالقوة طلعت سنة ثانية 82 87 85 المجموع 632 90.29 معدل يعني مقبول ليش ما درستينا احنا مو عندنا هسه احنا كليات هسه انا اقول لك ليش 14 مليون رادم يعد بالعراق هناك بيش بخمسين ورقة يعني أرخص شوية لي بيران اشتغلت واي كونت روحي قلت لهم طلع قبولي زين النوبة باكر من طلع قبولي عقبها اجى القرار هذا يعني حتى أبوي وأمي يعني تخربطوا يعني هسه أنت شغلتك يم وزارة التعليم هسه استثناء هسه وزارة وزير التعليم هسه غير باو عنه مو بساني ترى مو بساني آلاف عد جروب هاك شوف بين سانيتك إن شاء الله يعني هو القانون يسرع الجميع نعم القانون يسرع الجميع جروب كامل بين 2000 طالب هيك نفس حالتي يعني بكت استثناء حتى خطيئك وناس راحت دام بدون استثناء على متحقق حلمها انا قلت لابوي هالشي ايه؟ قال لي باكر عقبه يضربون كبور ما بتعرف بيك هنا انا قلت له والله ما ادرس اذا مو طيب قررت احقق حلمي هسه انا شايدك سولف ويا معي وزير هو راح يسمعك هسه انا ما اريد بس يباوع لي بنظره ابويه بس انا سنتين اشتغل بس سنتين كامل سنتين وانت معدلك 90 علي هنا ظلم والله ظلم غير استثناء شيء لي حسولي والله راح يسمعك الوزير وزير التعليم العالي انا متاكد راح يسمعك ونسبه كلش كبيره راح يدز عليك بلكت الله من عندكم واشكركم على هيك والله والله سيد نعيم العبودي يعني احنا بدنا نشوف انه شغلك أنا سأل أبوي قاعد من الصبح يقول له روح أقدم شلون ما كان أقول له والله ما أقدم لو أسوين ما كان إلا طبعاً طب غير أنا أحقق حلمي المدرسة داعي عد السنة ترى أنا السادس قول يا الله يا الله يلا سبع هسه ما يخاف مشكلته كبيرة يعني أنا مو بس هاي حلمي ورزقي ورزق عائلتي كلها والله إن شاء الله يتحقق إن شاء الله يتحقق أمانة شنو اسمك أنت قلت لي شنو شرطين اسمك حسين عبد الخالق حسين عبد الخالق الخالق طيب
حسين وين تليفونك؟ اعطيني تليفونك. 077 0771 124 873 873 48 تأكد لي من الرقم. اي هذا تمام. معدل 90 معدل 90 ده يقول معدل 90 بس مو واجد طب اسنان. لا طب اسنان ما تفهم هسه شنو سعد معدل. وان شاء الله خير عسى ولا علم نكون احنا وسيله انه ايصالك معالي وزير التعليم العالي. انتم متفضلين والقران مو بس على هو. لا 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 الفضل لله يا ابوي الفضل لله. هسه اتبعت وكيل ان شاء الله. ان شاء الله خير. انا هاي بنعطيك لا ايش من الله. معالي وزير التعليم العالي نعيم العبودي ان شاء الله كلك خير وبركه. نريد نشوف هذه الدموع تتحول الى دموع فرح بمقابلتك وان شاء الله. هو القانون طبعا يسري على الجميع. نعم هذا الامر هذا الامر يعني لحظه يا اخوان هذا الامر القانون هو يسري على الجميع وخيمه على الجميع ونمشي احنا بالقانون. لكن لربما اكو الروح الانسانيه بالقانون ان شاء الله. وانت كلك خير وبركه يا معالي وزير التعليم العالي. نشكر الصومالية أبو علي الله يخليك الحمد لله والله طيب إن شاء الله. بالنسبة ها مال السياسيين رحت للمحكمة مال علاوي طوني قرار قال يا ما يشملك بعدين القرار مال فيلي أنا كردي فيلي اعتقلت بال 63 زمان عبد السلام صعد لحم نزل فحم على كيفك ابني على كيفك بابا صعد لحم نزل فحم على كيفك نعم صعد لحم نزل فحم زمان عبد السلام هان اعتقلت بال 63 كان يوسف العاني وياي دكتور هذا عبد اللطيف حسين دكتور وشاعر صالح بعض العلوم على ابن اخت الزعيم صبحي اعتقلنا خلف السده اول مره خسرنا هاي ينفضل ناظم مزار على كل مده حوالي سنه الا شويه اعتقلنا بعدين قرار عفو جاء هسه شنو تريده؟ انا بالنسبه هسه مال فيلي اجى قرار بيه من الزرع انا كردي فيلي حقوق فيلي لازم يعطونه عده مرات اعتقلت قلت لك بال 63 وبال 82 وبال 2000 اعتقلت انا وعائلتي مر شيف كردي فيلي هسه اجى قرار اجى قرار بيه مال فيلي يعطونا حقوقنا تناشد بحقوقك يعني ان شاء الله وصل صوتك شكرا جزيلا صباحك الله بالخير. هلا هلا شلونك ابو حسين؟ شلونك ابو وادي؟ كسل عليك والله شو ماكو شيء قريه والله هالاحداث اللي بالشارع اللي لازم احنا نكون موجودين بها وان شاء الله جيناكم ونشوفكم. اشكرك ان شاء الله انه انتم بخير. اشكرك الله يبارك فيك ابو حسين. الله يحفظك ان شاء الله. لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث الدكتور علي الوردي. زين. هذا الرجل بال 92 انتقل الى رحمه رب العالمين، هذا الكتاب صادر بال 69. هذا خاص عن ثورة العشرين اللي اندلعت في الرميسة والرارنجية والحلة والنجف وكربلاء وديالة ثورة العشرين. أتمنى أن تدرس في المدارس ثورة العشرين حتى لا تنسى. زين. علي الوردي ماذا يقول عن ثورة العشرين؟ ذاك الوقت الفتاوى اللي كانت تصدر في كربلاء والنجف من التبريزي والكاشاني وغيره ذول أكثرهم إيرانيين كانوا يعزون العشائر على الثورة ضد الإنجليز. يقول علي الوردي حدثني السيد أبو القاسم الكاشاني أثناء زيارتي له في طهران في صيف 1957 أنه كان يدخل على الشيخ في مضيفه فيثير نخوته على الطريقة البدوية فيقول له أليس من العار عليكم أن أدافع عن بلادكم وأنا من تبعة إيران بينما أنتم من أبناء البلاد لا تدافعون عنها. التاريخ يعيد نفسه. يا عربي جاي يضرب إسرائيل السيسي لو بالمغرب تحياتي إلى كل من يضرب إسرائيل وشكرا. علي 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 انا علي هنا اجي رساله محمد الشيعي السوداني رئيس الوزراء المنتخب العراقي انا دعيت لهم
هاي عندهم تعادل 0-0 منتخبنا العراقي. نتيجة تعادل 0-0 غير بملعبنا خسرنا نقطتين. اي اوصل لي رسالة محمد الشاعر السوداني هذا التعادل من منتخبنا العراقي. اي مو زين. انا دعيتهم بالدعاء. ان شاء الله الفريق العراقي ان شاء الله لعبتنا ويا الامارات. لا ما لعبتنا ويا الامارات هاي جايه يوم الثلاثاء ان شاء الله نفوز يا 3-0 يا 2-0 ان شاء الله. يعني عماد داعي لهم للمنتخب طلع على تعادل بارضنا بمثابه خساره. شلونك استاذ علي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. جمعه مباركه عليكم. الجميع طمنا عن صحتك. الحقيقه انا ناشدت قبل شهر ونص دولة رئيس الوزراء حول موضوع الصناعة واتصل بي مكتب رئيس الوزراء يسمعوني ويشاهدوني وطلبوا ملف عن الصناعة وعن مصانع البان أبو غريب ولحد هذا اليوم أي نتيجة ما اتخذوا. البارحة رئيس الوزراء من يجتمع بلجان الهيكلة اقترح اقتراح على هاي الشركات الرصينة اللي تجي تقوم الصناعة وتهيكلها بشرط انه شغلها. وهذا المقترح حكيناه قبل سنتين. احنا قلنا مثلا مصانع البان ابو غريب ليش تستثمروها استثمارات اذتها ودمرتها؟ خلوها للشباب تشتغل بيها، جيبوا لنا شركه رصينه تقومها اداريا وتقومها بالانتاج وبالتسويق وبمواد التعبئه والتغليف وبايتمات الانتاج، وهذا يمشي على كل الشركات. اليوم وزير الصناعه ما كفاه تصريحاته الناريه اللي قال بيها، وانا طالبت رئيس الوزراء بإقالته، كتبت لها بالملف اللي راح. اليوم يقول اي واحد بالصناعه عنده شغل خارج الوظيفه خلي يحين نفسه على التقاعد. هذه وحده. الثانيه احنا بالاستثمارات العراق له 51% والمستثمر 49%. اليوم ينطي خالد بتال وزير الصناعه 75% ضارب ضوابط وقوانين الاستثمار في عمليه اقذر عمليه بيع للصناعه. اليوم الصناعه يردون يهيكلوها حتى تنباع. وزير الصناعه ورا الضغط مالتنا عليه البارحه صرح تصريح بالشركه مال الصناعات الكهربائيه قال احنا مثلا الجلود بالكراده لو نفرض مساحتها 3000 متر نبيع من عندها 2000 وهاي ال2000 ننتج نسوي بيها مصنع. خو انت عندك مصانع تشتغل وبيها خطوط انتاجيه احمل المنتج الوطني ليش تبيعه؟ من راح يشتري؟ تدرون من راح يشتري؟ ابن رئيس كتله موجود الان، ابناء مسؤولين يردون يشترون اراضي الصناعه. الصناعه في خطر يا عراقيين. الصناعه بذمتكم، الصناعه بغيرتكم. البلد تفرغ منه الصناعة والبلدان تقاس تقدمها على الصناعة. البلد يموت ينتهي. الحقوها للصناعة يا عراقيين. شكرا جزيلا. شكرا استاذ الله يبارك فيك. هذا رأيك. وأيضا احنا بما انه يتحدث باسماء سواء اسماء وزراء مدراء عامين اي اسم فأكيد حق الرد مكفول. حق الرد مكفول للجميع. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا ومرحبا. تحياتي. الله يخليك. شلون صحة؟ زين ان شاء الله. علي الزي البغدادي هذا يعني تراث. نفرح من نشوف الزي البغدادي موجود بالمتنبي. والله هي اذا تريد تناظر هاي شخص اعلى رتبه بالدوله لبسها هو الملك فيصل الاول. راح جابها من ايطاليا كانوا يلبسوها الايطاليين بهالطراز. هالطراز كان يلبسوها. زين. بعدين قال لهم لا هاي عيب مثل القرن مال جاموس. زين. سووها هالشكل. هالشكل كل الوزراء ان يلبسون بس كلهم الى خصيه. خصيه معينه. معينه. زين. نعم. بس الملوك ورئيس الوزراء يلبسون الاسود، بس واحد عاقهم. من هذا اللي عاقهم؟ اللي هو منو؟ الشاعر. ايه؟ من هذا الشاعر؟ ملا عبود الكرخي. ملا عبود الكرخي عصى على الملك على الدولة، قالوا له البس صدارة مكان العقال أبو القصب. قالهم عوفوا ملكم لازم. هذا ملك فيصل. زين. جاء عليه ملك فيصل خال الصدارة ورا ظهره. زين. قال له ملا عبود
إذا عرفت شكو وراء ظهري إلك هدية جل جلالة الملك، أنت واللي وراء ظهرك على راسي. قال لا عاد نزال العقال ولا بس الصدارة. فيقول ملا عبود لبين تروح على الجريش ودر الجريش يا ذيها ساعة وكسر المجرشة والعنب راعي اسعى للوقت هذا ساعة وكسر المجرشة حرقة وعيط بعيطة من راسي لن زعفوطتي والبس أنا البورنيطة ميتاب دنياك خربطها الوقت صارت يا ويل خربيطة جرع صفت وام الشعر حلاقك مساوي. شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يبارك فيك. اخوكم الفنان قارئ المقام ورائد المقام الاول خالد السامرائي. عايز اسالك سؤال قبل لا. نعم تفضل. مدرسة الموسيقى في هاي اللحظة ماذا نسمع انه في يوم انه تتعلم هذا المقام العراقي ما قاعد تتعلم هذه العرب الجميلة مال العراق الاطوار العراقية القديمة الطور الحلي الطور الريفي شلون ما طلعنا بتالي وقت مو هي المشكلة طلعنا بتالي وقت سمون 10 بلد شكرا جزيلا شكرا جزيلا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا الله يحفظك الله يخليك شلونك بارك والله الحمد لله الله يحفظك رحم الله اهلا وسهلا صراحة صار لي 3 ايام من جيت العراق انا عايش مقيم بالخارج صار لي 15 سنه كل الهلا الشغلات يعني ايش قد وصلوني ايش قد سولفولي علي على بالعراق صراحه انصدمت بالاجواء الحلوه الاجواء الحلوه فد شيء خرافي يعني انت ما تحس الليل من النهار هذا بلدنا بوقت اللي عفت انا كنت الساعه 6 العصر ما اقدر اطلع هسه انت تقدر الساعه 3 بال4 بالليل تطلع بال3 بالليل تروح تتريق صدري صحيح صحيح هسه يعني جيت انا ولد اخوي هنا ما شاء الله يعني فد شيء اجواء راقية اجواء حلوه عندي مناشده للشعب العراقي زي. قبل ما اناشد الحكومه احنا دائما نقول الحكومه 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 زي. شغله بسيطه مو مكلفه يا اخي هاي الوساخه اللي بالشارع والله مو ذنب الحكومه ذنب المواطن صحيح. يعني لو كل واحد بشيء تكلفه بسيطه بطل مال مي يذبه بسله الزباله بدل ما يذبه بالحاويه يعني هاي تقهر والله العظيم هاي تقهر وشغله مو مكلفه اعتقد خارج العراق هاي عليها مخالفه يدفعون عليها مخالفه عندنا بالمانيا تجاره ذا دبه بالشارع تدفع فلوس خارج عراقي يدخن ويشمر ما يذبوا العراقيين ما يذبون خارج لا هناك اذا صارت وذبها ايش قد يتغرب تقريبا 20 يورو 20 يورو بس ثق بالله العراقيين وهاي شغله تقر من يطلع بالخارج يحترم نفسه الى درجه لي يتحارش لي يسمى حكي مو حلو يمشي بصف الحائط ومن يجي للعراق يا اخي سبحان الله تحسه مو هو انا ما اعرف ليش الانسان من يدخل البيئه يعني يصير مو نظيف ومن يطلع بالشارع يصير نظيف عمليه عكسيه لو بس نقلب الحار ويا البارد بالعكس الامور تصير طيبه صح هي باحوا مو كل العراقيين اولا يعني لا مو كل العراقيين يعني مع احتراماتي للكل على راسي صح مو كل العراقيين يعني احنا لربما هذا القانون او هذا التوجيه او هاي التعليمات اللي تصدر من الجهات المعنيه الجهات المختصه خاصه الاخوان اللي مثلا شرب بطل مي من بالسياره وشمره من الجامع هذا اكو كاميرات هاي ايضا تسجل بها غرامات ايضا اكو مكان شغله اخرى طبعا هذا يشمل بطل مال مي والجقاره والقلاصات هاي كلها تكون مخالفه تسجل على السياره بهذا التاريخ وبهذا اليوم حتى يعاقب المسيء اكو شغله ثانيه يا اخوان سائقين مركبات السياقه هي شنو فن وذوق واخلاق ذني الثلاثه اذا اجتمعن اصبحت انت سائق مركبه مخول انه تطلع تمشي بالشارع يا ريت انه تكون اكو محاسبه شديده سواء من رجال الامن اللي يعني اقصد بهم الاتحاديه النجده الطوارئ رجال المرور اي شخص يمشي بالشارع ومعلي المسجل مالته ولا الراديو مشغله باغنيه وصوتها ويوصل لسابع شارع يا ريت انه تكون اكو مخالفه شغله بسيطه هذه واحده من الاشياء اللي هواي ناس وصلوا لنا رسائل عبر مواقعنا ارقامنا اللي موجوده عندي هواي من الناس قالوا اكو مشكله تصير خاصه بالمناطق الراقيه
نعم في المناطق الراقية ما راح أحدد اسمه، وفي بغداد فأنتم عرفوها يا بعد يا منطقة، يشغل المسجل بصوت جدا مزعج وبكلمات وبأغاني جدا خادشة للحياة. يا ريت رجال أمن يكون توجيه من السيد معالي وزير الداخلية المحترم السيد عبد الأمير الشمري أنه تكون أكو مخالفات تسجل على هذه الأشخاص، على هؤلاء الأشخاص، حتى نحظى بجمال مناطق نشوف أنه الحمد لله وشكر شوارعنا الجميلة تصير بالليل، إنارة حلوة، تبليط، جسور جديدة، فحتى نكمل هذا، لأن هذا الموضوع ما يقع على الدولة إنما يقع على المواطنين المسيئين، مو الكل، المواطنين المسيئين اللي يستخدمون هذا الصوت العالي بالمسجلات مالاتهم بالسيارات ويزعجون الشارع ويزعجون. تخيل يمك انه حاله مرضيه شنو ذنبه؟ فياريت انه يكون توجيه بهذا الموضوع. استاذ علي، الشغله اللي لازم نشتغل عليها كشعب، انا مصر على الشعب، لازم يصير دائما التغيير يصير من الداخل للخارج. انت تغير بقوم غير الله في ما انت. احنا نريد الشعب العراقي كشعب، احنا لازم نحدث، مو نحدث العالم وانما نوعي العالم. التغيير يصير من الداخل للخارج. احنا اذا كل واحد ينتبه على المسجل، يعني بدنا، يعني احنا بدنا نناشد الحكومه، وان شاء الله هم مشكورين على شغلهم، على الشغل اللي يصير بالعراق، فشيء مو طبيعي. بس الشغلات البسيطه، الشعب العراقي لازم يبادر. يعني انا بالمانيا اطفائي، انا اشتغل اطفاء بالشغل مالتنا، قبل من نريد نروح نطفي او يصير حريق، اول ما نفكر باحنا كشعب، يعني كمواطنين او كانسان، افكر بالانسان، يفكر بالزرع. والله العظيم ما ندوس الزرع، اذا قدرنا ما ندوسه نحافظ على الزرع، لان بعدين نقول هذا الزرع لازم يعيش. فاحنا كشعب لازم من الداخل انسانيه عندنا. شكرا جزيلا استاذ، نورتنا، شكرا جزيلا. صباح الخير. صباح النور، شلون الشباب؟ والله انا شفت، يعني هم اريد اعطيكم فد ملاحظه على بغداد الجميله. اكو شغله بالشوارع اذا ملاحظيها، على شغله سحب السيارات. سحب السيارات، الكرين سطحي. كرين سطحي، إيه؟ شايفين ايش قد اكو كرين سطحي مشمرات على الحياطين ومخربين البلد. صح، يعني كم يوم جسر انفتح، عذرا، جسر افتتح دولة رئيس الوزراء، ثالث يوم اجاب الكرين خط رقمه وكتب كرين سطحي، والجسر ما صار ثلاث ايام يا اخوان. الرزق على الله، والله الرزق على الله يا اخوان، بس لا تخرب هاي الامور. اكو مكانات خليكم ياها. ثاني شيء، وعدكم جروبات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ماكو واحد ما خل هذا الجروب عنده بتليفون. ملونين الحيطان كلها، كاتبين عليها مال بغداد كلها شلع قلع، انه كلها كرين سطحي كرين سطحي كرين سطحي، وتمتد للنجف، البصره كلها كرين سطحي. اني الزم هذا بالكرين السطحي، واذبه بالسجن. تنظف بغداد من رقمك، يلا اطلعك، وهذا حل. يعني انا اشوف جزيل حبيبي، شكرا جزيلا. شلونك الصحه؟ يعني هاي سوى مال مواجهه 5000، يعني شغله مخزيه هاي. يعني احنا قاعد، انا البارحه لاحظتها، يعني قاعد المنتسبين الشرطه والمدنيين قاعد ياخذونه، ما يعطون اي وصل. فهاي نتمنى، لا 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 لا. ما يعطون وصل. انا واحد من العالم، ما تعطي فلوس يا ابوي، اي ما يطببك. رئيس وزراء، وزير الصحه، هذا فساد. نعم. فساد جديد هذا. انت مشترك بالفساد هاي، انت ما طول انطيته بدون وصل، انت مشارك بالفساد. ما يدخلني، ما يدخلك. روح اكو شبه شكاوى، روح اشتكي. انا البارحه مدينه الطب يا اخي، عدي انا مرت خلص. اسمح لي يا ابوي، انا ليش مرات انه احكي لكم هذا الامر يا اخوي؟ دوله رئيس الوزراء قال وبمل الفم يا اخوان، موجود باي دائره حكوميه مكتب شكاوى، روح اقدم شكوى، والشكوى ترى حق قانوني، حق قانوني. لا ياخذون موظفين. نصيحه، اذا ما ينطق وصل، هي مو وصل انما هي قصاصه صغيره، هي شاي ورقه صغيره، اي دخول بها، اي يسمح لك انه بالدخول، ما ينطق لا تعطي الفلوس. استاذ علي، تجهودك مشكوره. فاليوم تعال مدينه الطب، تعال بالليل. يعني انا البارحه مدينه الطب مرت اخوي هناك بالمستشفى، سولف هذا الموضوع حتى ما يدخلون، يعني ما يدخلون وزير الصحة. يعني هذا فساد اداري جديد. نعم. يعني ياخذون هذول المنتسبين الشرطه، ياخذون المدنيين، ياخذون 5000 ويدخل لك، اي دخل، ويدخلوك، اي دخلنا 8 ب 10000، 8 ب 10000. يعني ما يعني هاي مشكله، قرض مكفول اكيد. زين انت الباص سويته ب 4.25، علاج ماكو، يعني ما اعرف هذا. يعني خاصه احنا مناطق شرق بغداد مدينه الصدر، يعني اكو علاجات ماكو، يعني سويت الباص ب 4.25، ليش؟ يعني المواطن الضحيه،
يعني نتمنى منكم يعني انتم لازم الشارع يشوفون هاي الاراء مال الناس ومال المواطنين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وصل صوتك. شرفنا قناة السومرية، شرفنا حبيب. علي خشان اللي ينقل معاناة الشعب العراقي واجبي. اكو مشكلة يعني اكثر قالوا انقلها الى استاذنا علي خشان الله يبارك بيكن يوصلها الى صاحب القرار. زين احنا دماء العراقيين متساوية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. نعم. ماكو فرق بين زيد وعبيد في استحقاقات دماء الشهداء. نعم. والشهداء هم اللي حافظوا على الحضارة العراقية، حافظوا على الهوية الوطنية، حافظوا على وحدة العراق. زين. اكو نقطة مهمة اللي توصلنا اياها. نلاحظ مستحقات ضحايا الإرهاب تنتهي نهاية سنة 2025. زين. يعني امتيازات واستحقاقات شهداء ضحايا الإرهاب تنتهي 2025. زين. بينما ضحايا نعم. مؤسسة الشهداء تنتهي 2030. 2030 تنتهي مستحقات وامتيازات شهداء مؤسسة السياسيين، بينما ضحايا الإرهاب نهاية 25. المفروض التساوي في كل ضحايا استحقاقات الشهداء. هاي نقطة. أنا أسأل سؤال إذا تسمح لي، كلمة واحدة. نعم. يعني الشهداء اللي راحوا في مجمع الليث في الكرادة، بيت أبو التمن، 9 شهداء راحوا من عائلة واحدة في مجمع الليث. زين، هذول طلعوا 9 شهداء، ما يساوون واحد من شهداء مؤسسة السياسيين. نتمنى إيصال صوتك بأن يكون استحقاقات ضحايا الإرهاب مشابهة إلى استحقاقات مؤسسة شهداء السياسيين. شكرا جزيلا. هذه المناشدات، هذه المشاكل كثيرة والمعاناة أكثر، لكن للأسف هذا ما يسمح بوقت حلقتنا لهذا اليوم. قبل نهاية الحلقة نكفي الحقرة لجميع الشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. برنامج ناس وناس عبر شاشة السومرية وإذاعة السومر FM يكفي الحقرة للجميع. مشاهدي الكرام، حتى تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم بحلقات أخرى على حب الله الوطن. في أمان الله.